افادت وسائل اعلام ايرانيه باسقاط انظمه الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيره اسقطت فوق مدينه اصفهان بوسط البلاد وياتي ذلك بعد نحو اسبوع من شن ايران هجوما جويا على اسرائيل باستخدام عدد من الطائرات المسيره والصواريخ مع استمرار حاله عدم الاستقرار في منطقه الشرق الاوسط بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه تتفاقم يوما بعد يوم مخاطر اتساع رقعه صراع لا تحمد عقباه الهجوم الاسرائيلي على القنصليه الايرانيه في دمشق اطلق العنان لمسلسل الردود المتبادله فشنت ايران هجوما بالطائرات المسيره والصواريخ على اسرائيل لتعود الاخيره وتؤكد حقها في الرد على الهجوم بضعه ايام فقط كانت كافيه لتؤكد وسائل اعلام ايرانيه تفعيل انظمه الدفاع الجوي في مدينه اصفهان للتعامل مع اهداف تاكد فيما بعد انها مسيرات صغيره لافته الى سماع دوي ثلاثة انفجارات بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غربي المدينة الهجوم الذي بدأ مدروسا إلى حد بعيد أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أنه لم يتسبب في أضرار لأي من المواقع النووية في إقليم أصفهان وهو ما أكدته أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشددة على أن المنشآت النووية ينبغي ألا تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية يأتي ذلك فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن إيران لم تتعرض لأي هجوم خارجي مضيفا أن النقاش في طهران يميل أكثر نحو احتمالية عملية تسلل وأيما كان الأمر فإن التطورات تشير إلى عدم وضوح الرؤية إزاء التصعيد المحتمل في منطقة الشرق الأوسط ما بين طي الصفحة أو الانجرار نحو حرب مباشرة أو بالوكالة